أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم رد الجميل. الكرة مش مجرد لعبة، الكرة حياة مليانة دروس وعبر. احنا النهاردة جايين نزور نجم كبير، موهبة صعب تتكرر، واحد من أمهر وأحرف اللاعبين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية. متعنا كتير واستمتعنا بيه كتير بمهاراته العالية وأهدافه الحلوة. احنا النهاردة جايين نزور نجم الأهلي السابق كابتن محمد عباس، جايين نطمن على صحته ونقول له كلنا بنحبك وكلنا معاك. عايزين نسترجع معاه بقى ذكريات الماضي، بداياته في كرة القدم، لحظات الفرح والحزن في حياته. تعالوا معانا نروح نزور نجم الأهلي السابق كابتن محمد عباس. احنا النهاردة في زيارة لبيت النجم الأهلاوي الكبير كابتن محمد عباس، الموهبة اللي صعب انها تتكرر مرة تانية في الملاعب المصرية. كابتن محمد مشرفنا ومنورنا في قناة الأهلي. عامل ايه يا كابتن أسامة؟ انت وحشنا كتير. ربنا يخليك يا كابتن أسامة. ليه مختفي؟ ابدا، بس الفترة اللي فاتت دي كنت تعبان شوية كده وبتاع. ألف سلام. بس وانت عارف بقى موضوع فيروس كورونا، كنت على جنبي البيت عندي في اكاديميه كنا عاملينها وكنا بنجمع فيها وبنلعب مع الاولاد الصغيرين وبتاع وبنشوف الكويس بنوديه عندنا. كويس. فالموضوع وقف شويه كده الايام الفاتت دي كده. لا ان شاء الله الدنيا ترجع مره تانية ان شاء الله. وانت الله. بتكلم بقى عن الاكاديميه وانت بتنزل تلعب مع الاولاد، عايز ارجعك بقى شويه للايام الحلوه والذكريات وبداياتك بقى قبل ما تروح النادي الاهلي. يعني ابتديت الكوره فين وازاي؟ انا كنت بلعب الدورات المدنيه وكنت بلعب في حي المانيال في الشارع، كنا بنلعب كوره الشباب، وبعد كده عملنا كوره للسفنج وبعد كده اصحابي اللي هم معايا فرقتي يعني قالوا لي احنا نروح الاهلي عامل اختبارات وتعالى نروح النادي الاهلي نشوف الاختبارات. قلت لهم لا مش هروح. ليه بس؟ في الاول قلت لهم مش هروح، انا عارف ان انا هتقلش في المدرجات فيها 10,000 واحد، 10,000 طفل صغير كله جاي اختبارات. زمان الاختبار مش زي دلوقتي طبعا، كان في اعداد اكبر من دلوقتي كمان، المدرجات دي بتبقى كلها مليانه. المهم تاني تمرين، اول اختبار نجحوا وتاني اختبار نجحوا، وادوهم بقى الاختبار اللي هو النهائي الثالث ده. قلت مع السلامه. رحت رايح معاهم، انا كنا سبعه. كان معنا كابتن صالح يوسف، ما اعرفش هتتذكره ولا لا، كان هو اللي كان ماسك الاختبار دي، وكابتن مصطفى حسين. كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال طبعا. المهم لقيته بينقل الاولاد الكويسين نطق وبتاع ويقعدهم على جنب كده. كابتن مصطفى حسين قاعد باشا مع كابتن صالح يوسف. بيتابع الاخبار. صالح يوسف هو اللي في الملعب، هو قاعد جنبي بكرسي يعني. بيقول له ده ده لا كده يعني. المهم قال لي تعرف تنطق؟ قلت له قال لي تاخد كده نطق كده وفحها ونزلها وبتاع وامشي بيها وبتاع. عملت له ايه؟ قعدت بتاع 5 دقايق انطق فيها وامشي بيها وزجزاج وبتاع. قال لي بس 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 انت تقعد في الحته اللي هناك دي لوحدك. الموهبه الموهبه ظهرت من اول لمسه خلاص. لقيته بينقل ولاده كويسين وبيجيبهم معايا. ما كنتش بلعب اصحابي الاول، انا كنت بلعب باك رايت. من باك رايت مدافع. ما انا كنت بلعب كوره كتير قوي. انا عايز بقى كل يجي عاوز ارقصه وبتاع وجنب الخط وبتاع. قال لي لا ما تنفعش انت. ايه الله يرحمه كابتن. كرة الشراب زمان فرقت في المواهب اللي كانت موجوده. لا كنا بنلعب بطولات كبيره، مش بطولات كده عاديه يعني. لا كان ليها جماهير برضه كرة الشراب. كان بيلعب معانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد عندنا في المانيال. والكابتن حسن بيلعب لغايه بقى يعني ما شويه كده وراح مبطل. كنت برضه في نفس المكان اللي احنا موجودين فيه والكابتن محمود وجدي. ف
قالوا لي بقى عايزين شهاده الميلاد بتاعتك، ليه تشكيني ان انا اكون سني مش مظبوط يعني. قلت له انا رحت تاني يوم جبت ورقك وشهاده الميلاد، لا معايا شهاده الميلاد الاصليه بتاعتي معايا. وجبت لهم 12 صوره وبتاع، ورحت بقى حنيت. ما بقاش في اهتمام في الاول. او انا بعيد عن باك دي، مش زي الفيرود يعني. طب مين اللي وظفك فيها؟ الكابتن عوضين. كابتن عوضين الله يرحمه. قال لي لا انت بتعمل جنايات، خليك قدام، انت عندك سرعات تمسك الكوره كتير، عايز تلقص الفرقه كلها. عايز بعد ما ارد بقى. قال لي لا انت بتلعب راس حرب، انت بتتحرك كويس وسريع وقوي. قلت له ماشي يا كابتن، نشوف راس حرب يعني. الحمد لله الحمد لله تمكنت من راس الحرب يعني، التحركات بتاعتها والنزول يعني والقوه، وبلعب بدماغي كويس وبلعب برجلي كويس. ودي كان كش الخير بقى ليك انك تلعب في الفريق الاول بعد كده، توظيفه بتاعت الكابتن عوضين من باك رايت لقدام لراس حرب، لغايه بقى ما عملوا فرقه الموهوبين دي في النادي عندنا. وبيجمعوا اللعيبه الموهوبين ويحطوهم في فرقه واحده، فريق الامل. ويلعب ماتشات في الاقاليم، بني سويف، المنيا، سوهاج. ابتديت بسفريه سوهاج دي. كان معانا الكابتن اكرام، طبعا هو الوحيد اللي بيلعب درجه اولى، والكابتن حمدي جمعه. كانوا هم كباتن الفرقه ومرحبين معانا، احنا كلنا صغيرين 18 19، شريف عماني ومجدي ابو. كانت فكره حلوه ان الاهلي بينزل في المحافظات كلها ويلف في المحافظات كلها وجماهيريه وشعبيه الاهلي، بدل ما هو الفريق الكبير مش فاضي. بطولات افريقيا والدوري العام وبتاع، فيقول لك لا نطلع نفرز منهم، ما الخواجه بيجي يتفرج. بس الدكوتي بيتفرج على الماتشات دي. فسوهاج كسبنا 3-1 فجبت جونين. ورحنا اسوان بعدها، سافرنا من سوهاج لاسوان، كان العيد القومي بتاع محافظه اسوان. فكسبنا 4-1 وانا جبت 3 جوان في مباراه اسوان دي. علشان بعد مباراه اسوان دي في ما هي بقى في انطلاقه ثانيه بقى يعني، دي خطوه. الخطوه بعدها تانية، اللي هي الخطوه بقى الكبيره، الخطوه يعني الاكبر. فجايين في قطر النوم احنا، لقيت الاستاذ عزيز مبروك. عزيز مبروك الاداري وقتها. الاداري. قال لي يا محمد عباس، انت تجيب لبسك بكره بتاع الماتشات وتيجي. انا عارف الفريق الاول هيلعب، وعندهم احتفاليه واخدين الدوري السنه والكاس في سنه واحده. واحتفاليه كبيره، جايبين ساوثهامبتون بطل اوروبا. كان بطل اوروبا في الفتره دي. طب يعني مش مقتنع ان انا كباتن العبه. فقلت له خلاص انا هجيب اللبس واجيبك. فتاني يوم انا واخد الشنطه وجاي، كان الماتش كان بالليل. قاعد انا من الساعه 3 بقى مع الفرقه، طبعا ما اتمرنتش معاهم. مع الفريق الاول يعني، دي اول مره ما اتمرنتش. هم عارفيني بيتفرجوا على ماتشات الاشبال يعني، اللعيبه الكبيره عارفيني. بس اول مره ابقى معاهم في اوضه اللبس وتبقى راكب اتوبيس معاهم، وفيلم تاني بالنسبه لي انا طبعا مش عارف اروح فين. انت ما كنتش مصدق ان الكابتن عزيز مبروك هلعب مع بيقول لك هات الشنطه وتعالى بكره. واخد اللبس. المهم الوحيد اللي كان بيلعب فينا درجه اولى في الفتره دي كابتن شريف عبد المنعم. يعني هو اول واحد في المجموعه بتاعتنا لعب في شريف عبد المنعم. مفيش ربع ساعه شريف راح جاب جول. قلت حلو يعني، دي كام جون عشان حتى اذا قالوا ننزل الدنيا سهل. سهل. هدي كنت ما كنتش بتكلم عربي كويس. انا قاعد في اخر الاحتياطي، المجموعه الاحتياطي. اول 10 دقايق من ثاني تايم. هو عايز يقول محمد عباس، مش عارف يقول محمد عباس. راح بصيت له كده، قال لي بالليل بالليل. دي الكلمه اللي بالليل. فانا رحت بصيت له كده، يا كابتن فؤاد ده بيقول لي بالليل. قال لي يا محمد عباس بالليل بالليل، بس قوم سخن. المهم سخنت، قعدت بتاع 10 دقايق اسخن ونزلت. اول مره بقى اشوف الجمهور بتاع الاستاد ده كان المباراه في استاد القاهره، الاستاد القديم. 120 130 والعمدان دي مليانه بني ادمين، واول مره تشوف الاجواء دي. ما لعبتش في الاستاد اصغر قبل كده. ونزلت. قال لي انت هتلعب راس حربه، بيتكلم مع الكابتن مفتي المترجم. ونزلت اجي كل ما الجمهور يقول احس الملعب عامل زي الجيلي. مش عارف اقف الكوره. لغايه ما جايه لي واحده في نص الملعب كده. وقفت بقى، هي جايه صعبه، ورحت انا موقفها، هتوقف معايا. رحت مرقص واحد ومرقص التاني من حوالي 30 يارده كده.
من عند كوست 18 اللي هو الدوران بتاع 18. دي اللي ادتك ثقه بقى. وواحد واخده صباعها الصغير. راحت عامله لفه. انا شايف من الجنب انا جاي من نص الملعب والناس دي برقصها وانا جاي. ايوه وجايه بسرعتها. واحده مديها. راحت عامله الواو. لقيتها جوه بتاع لقيت الناس دي ولعت. خدت احط الجماهير بقى وقتها. واحدة جاي على الجمهور انا. الجمهور ما عرفنيش. يا كابتن اسمك ايه يا كابتن؟ الجمهور بتاع الاهلي والله ما كانش يعرفني. ما دي اول مباراه. يا كابتن اسمك ايه؟ محمد بس. المهم رحت عامل واحده باك ورد بقى اللي هي بعدها في الماتش ده دي اتصيدت بيها قوي. كان نزل المجموعه بتاعتي كانت نزلت بقى كان خالد جداله نزل وجمال جوده لو تتذكره. دي اللي طبعا مصر. طبعا. دي اللعيبه الصغيره اللي كانت جايه معاك من فريق الشباب. لعيبه المهم جمال جوده ما بيعدي بالعرض ما بيرفعش بيشوط يقوم واخد الكوره بوش رجله الكوره بتبقى جايه في الانخفاض بس جايه قويه انت مش عايز تعمل في حاجه لتلمسها بس فانا سبقت الكوره رحت الكوره بدري شويه الكوره هتعديني رحت انا طاير هو التوفيق بقى بتاع ربنا لقيتها واخده بوش رجله اليمين وراحه في المقص والجون تعمل معاها ومديها الشكل بتاعها الناس شافوا الكرة دي اتجننوا قالوا في موهبة خلاص جاية في الطريق بقى يسألوا بقى عباس وجمر انا لما الاتوبيس جم معانا الجزيرة من الاستاد الجمهور بالعربيات ورا الاتوبيس لغاية ما جوجو عايزين يعرفوا انا مين كانت احتفالية كبيرة وبقى الشعاعات تلعب بقى ده جايبينه من افريقيا والولد ده جايبينه من السودان فالمهم احنا الله يرحمه الكابتن المستكاوي الكبير هو سمينا عباس الانجليزي بعد الماتش ده استاذ نجيب المستكاوي قال لك عباس الانجليزي والكابتن عباس لبيب سمينا الصاروخ الاسود بعد الماتش ده على طول طبعا ولعبت اساسا انا بقى اول موسم ليا مع الدرجه الاولى بعدها خلاص بقى على طول انا بقى دي كانت في اخر الموسم كل المباريات اللي هو الموسم القاضي ده كان هو اخر الموسم ورحت دخل معاهم فتره اعداد ورحت المجر مع الفريق الاول كان هديكوتي هو اللي موجود هديكوتي وكان الكابتن حسن مدير الكوره كان معانا الكابتن محسن صالح كابتن مين الجيل بقى كابتن محمد؟ الجيل ده كان ثابت واكرامي حراسه المرمى والكابتن احمد عباي وباك رايت وكان حازم خالد وماهر همام مصطفى يونس وحمدي جمعه كابتن فتحي مبروك دولت الديفنس بتاعنا كان في نص الملعب كابتن صفوت طبعا الله يرحمه كابتن صفوت كان حاجه كبيره في الكوره كابتن طاهر الشيخ برضه طبعا والكابتن مختار دول كانوا في نص الملعب وانا الخواجه وظفني في حته الليفت دي قال لي انت بتخش على طول على جوه فانا عايزك ايه في اول ما تجي لك الكوره او الكوره هتيجي في ال 18 انا عايزك انت تسابق الخطيب تبقى انت اللي في الاول يعني انت تخش من الجنب تبقى انت بس حافظ الاساسي بتاع الفريق كمل لجوه انت اللي تخش في الالتحامات وبتاع على اساس انا كنت بخبط ما واطلع وبتاع كان مين بقى الحته اللي قدام انت قلت لنا دلوقتي نص الملعب كابتن صفوت ما هو كابتن مصطفى عبده كان وينج رايت وكابتن خطيب كان راس حربه وانا بيلعبوني ناحيه الشمال بسلم الشمال ما انا ما انت على عدتك انا عايز اعدي اروح للجون بعيد قوي ما امشي ناحيه الشمال دي انا عايز استغرب من هنا كان كابتن خطيب بقى انا ايه اتعودت على لعبه والكابتن خطيب من لعيبه يعني من نوعيه اللعيبه او اديتها له حتى طلقه ويعمل لها كده تقف على طول وتاخد له المكان بتروح للمكان الثاني على طول انت بتقول اسماء دلوقتي يا كابتن محمد يعني كل واحد فيهم نجم كل واحد لوحده يشيل فرقه تخيل بقى لما الجيل ده كله بيتجمع مره واحده وفي زمن واحد لا كان ده جيل المواهب حقيقه يعني بتلاقي في الفرقه في 8 مواهب 9 وبعدين مش في الاهلي بس كل الانديه الزمالك والاتحاد الاسكندري في الاسماعيلي وكانت ماتشات جامده جدا طبعا المحله اولمبي كان لسه في الدوري الممتاز الكروم المصري والمريخ وكان القناه بقى وتتذكر القناه ده القناه ده كان ليه شنه وجنه الفرقه كلها كان فيها مواهب كبيره جميله جميله القناه وكان فرقه كتير كانت كويسه بلاستيك اسكو مقاولين العرب كان لسه طالع طب قول لي مين اللي كان في الجيل بتاعك
اللي كان دمه خفيف بقى، اكيد بقى كان في معسكرات وكان في سفريات وفي مباريات. احنا كنا مجموعه اللي هو مجموعه بتاعت يعني. مين كان معايا؟ كابتن خالد جد الله وكابتن جمال جوده ومجد عبد الغني وشوف عبد المنعم. احنا مع بعض على طول المجموعه دي، مع كلين كبار مع بعضهم. واحنا الصغيرين يعني بنتطبع باللعيبه الكبيره يعني. يعني مش خلين عنهم، لا معاهم في الالتزامات وكل حاجه، بس احنا قريبين لبعض شويه. ولعب يعني مجدي درويش لعب درجه اولى، والكابتن علي شحاته قبل ما يروح لعب، وبعدين طلعنا صعدنا بقى ربيع ياسين وكابتن حسام البدر وحاتم الكردي. طبعا حاتم الكردي الله يرحمه يعني. كان برضه من اللعيبه المميزه جدا. تفتكر كم بطوله خدتها مع النادي الاهلي؟ حوالي خمس بطولات. خمس بطولات. كان بقى ثلاثه دوري، ثلاثة دوري و كاس مصر، اثنين كاس مصر، وبطولة تحتفظ ببطولة افريقيا، بطولة افريقيا 82. طبعا عايزين نتكلم عن 82 اللي كانت. كنا بنلعب الدور قبل النهائي. واضطرت في ماتش ابالوهيا تقريبا. ما لعبتش قبل النهائي والنهائي. ما لعبتش قبل النهائي والنهائي، ما سافرتش خالص، انا قعدت هنا. بس كان ليك دور برضه في البطولة. وكنت هداف يعني، كنت جايب حوالي بتاع سبع تجوان. في الادوار الاولى يعني. وزعلت ان انا ما سافرتش. كانت بطوله جميله 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 البطوله دي، واي بطوله هاخد النادي الاهلي. طيب ما انا عايز بقى اتكلم معاك. واخدين معاها كاس مصر، واخدين معاها الدوري العام. طيب عايز اتكلم معاك في البطوله الافريقيه دي، ان كانت دي اول بطوله يعني افريقيه للنادي الاهلي، اتكلم معاك فيها ولكن بعد الفاصل.